شيلان احنا طبعا مبسوطين احنا شفناكي النهارده. وماكو بقى يعني ايه ماكو، انت تتوقعي ماكو ده عامل ايه؟ والله حاسه ان في قلق كده، ضربات قلبي سريعه. انا ما بقى يعني انا بحب جدا جدا الافلام الانجليش دي، بروسي وجوز والحاجات اللي هي كده، وببقى مستعده ان هي يكون فيها خضه ما، مع ان انا بخاف قوي قوي قوي، بس انا بحب الافلام دي جدا جدا. فانا اكسايتد قوي ان انا اشوف اول فيلم مصري صحابي اللي بيعملوه طالعين فيه وابطاله وبيعملوا النوعيه دي من الافلام في مصر. شايفه يعني الافلام في مصر اتعملت حتى بالنوعيه دي والامكانيات الكبيره وكل حاجه ممكن تنافس؟ ما حصلش، ما شفتش حاجه شبه ده، يعني ما شفتش حاجه شبه البرومو ده، لسه ما شفتش الفيلم، بس انا ما شفتش حاجه كده قبل كده. فانا اكسايتد قوي 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 اشوف انا هتخض الليفل ايه، انا هبقى قاعده مترقبه ايه يحصل. طب الجرافيكس، طب الكواليتي بتاعه الحاجات، ما هو اكيد ما فيش، ما جابوش شارك بجد يعني. انا مستنيه اشوف انا بتفرج ده ومصدقاه لحد فين، متخيله ان هو هيبقى حلو قوي من كلام عمرو وساره. السينما يعني بسم الله ما شاء الله كده بقى لها شهرين، يعني كل اسبوع فيلم ورا فيلم ورا فيلم ونجوم بنزيد. ونجوم كتير. الموضوع ده كان بقاله فتره احنا يعني متعطشين للسينما ايوه عندك حق. والله انا يعني عندي احساس كده ان هي بدات تندع اهي، يعني فاهم، يعني بدا يبقى في حاجات حلوه. وانا يعني كل عرض، يعني انا تاني او تالت عرض خلاص احضره، لا حاسه ان خلاص يعني بدات الدنيا تخف شويه. يا رب الفاكسين اهو بيشتغل اهو، يا رب يعني الدنيا ان شاء الله خير. يعني شايفه المنافسه دلوقتي بين احمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسني وهنيدي وموسى، وشايفه يعني كتير، يعني خمس ست افلام واخيرا 200 جنيه نازل سعاد يونس، ويعني عمالقه كتير بقى. فيعني شايفه مين اللي بينافس دلوقتي؟ لا ما تسالنيش انا السؤال ده، يعني هم بينافسوا. بما انك انت مشاهده مش لا اصل الناس دي كلها تقيله وكل واحد في حتته. انا شفت العارف وشفت البعض اللي هزم مهزوم مرتين، لسه هشوف النمس والانس. بس لا انا بتكلم على انه انت يعني بتتكلم ان كل واحد ليه التايب بتاعه، يعني انت ما تقدرش. والله كل واحد عجبني برضو، ما هو اصل هو مفيش مقارنه. هو العارف غير البعض لازم، ده اجتماعي وده اكشن يعني، بس كل حاجه معموله صح ومعموله حلو، وكل فنان فيهم يعني سواء كان فنان احمد عز او فنان كريم عبد العزيز الاثنين كانوا عاملين شغلهم صح قوي. اهلاويه ولا زملكاويه؟ وبصراحه جدا اهلاويه. شفتي بقى ايه مشكله الزمالك وشيكابالا الاخيره دي؟ انت كنت ولا اعرف اي حاجه من اللي انت بتقوله. يعني شيكابالا كان خد ايقاف 8 شهور وغرامه 500,000 وعشان هو يعني طلع من الملعب وقال لمجاهد، قال له انت اهلاوي، يعني تفاصيل كتيره كده. انت مش متابع الموضوع ده؟ مجاهد اوكي ده اهلاوي ولا هو زمالك ايه؟ انا ما اعرفش حاجه، انا اهلاويه بس. بس اهلاويه ناقش معايا. يعني انا عارفه ان الشبكه دي والشبكه دي لما بيخش جون بيبقى ده اللي كسب. بقعد كتير قوي عشان اركز لما بيعكسوا في تاني احنا الجون انهي، ولازم اسال قبل ما ندخل هو احنا لابسين ايه، لان انا وعمرو وهبه مره قعدنا اتفرجنا على ماتش في اخره، قلت له هو انت فرحان ليه يا عمرو؟ عمرو زملكاوي يعني. قلت له انت فرحان ليه؟ قال لي علشان جبنا جول. قلت له لو انتوا ده، انا كل ده بشجع الفريق، يعني كل ده بشجع الزمالك بالغلط عشان كانوا لابسين حاجه لون تاني او حاجه زي كده. طيب يعني تابعت مشكله مي حلمي الاخيره والايقاف بتاعها؟ والله برضو انا شفت على السوشيال ميديا ان في حاجه فيها برضو زملكاوي صح؟ بس انا ما بدخلش في الحاجات دي، يعني مش هقول لك رايي في الموضوع. انت شفت الموضوع ده يعني؟ شفته بس مش هقول رايي، لان انا مش يعني هي في الاول وفي الاخر اعلاميه وكده وسبيله، انا معاها او ضدها، مش هقدر ابوح برايي الحقيقه. وانا ما شفتش الموضوع كله على بعضه، انا شفت الناس اللي بتهاجم بس، وانا اصلا مش فاهمه حاجه قوي في الصناعه، يعني في الكوره وفي الكلام، فانا مش عايزه اقول حاجه غلط الصراحه. شوف بقى السفاره الفتره الجايه، لان سفاره ماله، انا في الرابع والخامس دلوقتي، الجزء الرابع شهر الجزء الرابع والخامس دلوقتي، و يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني هيتعرض قريب. والحمد لله ثلاث الاجزاء اللي فاتوا رد فعل عنهم كويس قوي، خصوصا من البنات والاطفال، فيعني يا رب يا رب ده يكون بيقول حاجه حلوه كده ان شاء الله. خمس اجزاء يعني هاي خمس اجزاء. شايفه ان الفتره الاخيره مفيش مسلسلات بتوصل، يعني اخر حاجه توصل لجزئين ثلاثه، احنا نعمل خمس اجزاء. والله انا مش عارفه ايه السبب ان احنا عملنا خمس اجزاء، بس ممكن اللي اقدر اقوله لك يعني انه الحمد لله رد الفعل عنه كويس والناس حباه قوي، فهم كملوا. شكرا جدا. بشكرك اكتر. ميرسي ليك. شكرا.
شكرا.